المزاج. هتقيس ايه؟ البلاستيك اللي هو جسم المريض. انا عاين ايه دلوقتي؟ انا عاين حاجه كتله. يبقى انا عاين كتله الاستيك. ماشي، هتطلع ب 16 جرام. اكتب 16 عشان ما تنساش. 16 جرام. وبعد كده هنعين الحجم بتاعها، بس مش هينفع بالمسطره لان هو جسم غير مضطرب. هنعينه بالمقدار المضاعف. خلينا الميه عندي رقم معين. كام الحجم الجامع؟ كام؟ مين. طب بص كده بشكل عمودي ما تميلوش. 100 وكام؟ 105. ننزل شويه عشان تبقى باستمرار بشويش عشان تبقى 100 بالظبط. كويس. حجم الماء الاول لازم تتعود ان انت تسجل الاول. حجم الماء كام الاول؟ 100. حجم الماء بعد وضع الجسم 115. ماشي. بعد كده حجم الماء كده انت عينت حجم مين؟ عينت حجم الجسم. هنحط بقى 115 ناقص 100، فالجسم هيساوي لنا 15. بعد كده الجسم بيساوي 15، بعد كده بيجي التكلفة اللي بتحط على على